بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الكتاب في ذكر كتاب عن الملائكة. تقول الرواية أن أحد أبوي ذو القرنين كان من الملائكة. فصل في قوله تعالى: وما جعلنا الملائكة إناثا، أي مثل الرسل، الله أعلم، فلا يوجد رسولا من النساء، فكذلك ربما الملائكة. وهذا لا يعني أن الملائكة لا يتناسلون مع الإنس والجن، والله أعلم. ومنه مثلا أن أبا ذو القرنين كان من الملائكة، ومنه تناسل هاروت وماروت وافتتانهما بنساء الإنس والبشر، والله أعلم. فصل أن الملائكة والله أعلم في عالمها الحقيقي في السماوات العلى، لو سافر الطير من شحمة أذن الملك إلى منكبه لكان ذلك في 70,000 سنة، أو كما تقول الرواية. الحمد لله. لكن الملك إذا نزل إلى عالمنا البعد الثلاثي، أي عالم الإنس والجن، ينزل متقمصا صورة رجل مثلنا، ويلبس ما نلبس، ويستعمل الآلات التي نستعمله. ومنه: ولو نزلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. حتى أن في معركة بدر استعملت الملائكة الحصان والسيف وهي في الفضاء لا تظهر للجن والشياطين على صورتها الحقيقية، إنما تستعمل التكنولوجيا التي يستعملها أولئك الناس من أطباق طائرهم وعدات وأجساد مثل هذه الهويات. يقول القاضي أبي يعلى الحنبلي: ولا قدرة للملائكة والشيطان على تغيير خلقتهم والانتقال في الصورة، وإنما يجوز أن يعلمه الله تعالى كلمة وضربا من ضروب الأفعال، إذا فعله وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى صورة، فيقال أنه قادر على التصور والتمثل، على معنى أنه قادر على قول إذا قاله أو فعله نقله الله تعالى من صورته إلى صورة أخرى بجري العادة. فأما أن يصور نفسه فذلك محال، لأن انتقاله من صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية وتفريق الأجزاء، فإذا انتقضت بطولت الحياة والله أعلم، واستحالت وبقع والله أعلم. والذي روي أن إبليس تصور في صورة سراقة بن مالك، وأن جبريل تمثل في صورة دحية الكلبي، وقوله تعالى: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، سورة مريم. المحمول على ما ذكرنا وهو أنه أقدره على قول قاله نقله الله تعالى من صورته إلى صورة أخرى. هذا جاء في كتاب المعتمد في أصول الدين، والله أعلم. فصل: لماذا قالت مريم عليه السلام للروح القدس عليه السلام، وهو الملك الذي ينفخ الروح: إني أعوذ بك من الرحمن إن كنت تقيا؟ فقال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أي والله أعلم حملت سلاحا فحذرته من التقدم إليه.